السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اللي تجلس أم البنات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا البريوش اللي بالشوكولا اللي حقا كيجي غزال معنا. شوف كيفاش كيجي، كيجي هشيش، كيجي رطب، كيجي يعني خاصكم حقا تجربوه باش تعرفوا كيفاش كيجي. يعني واحد البريوش اللي كيستحق التجربة. فوالا سورتو بانو بالشوكولا، يعني لي زونفون غادي يحمقوا عليه. فوالا غادي نقطع معكم وحده. شوف كيفاش كيجي من الداخل، شوف كيفاش كيجي. فوالا محشي بالشوكولا، وعندي النصف ديال العجينه حتى هي فيها الشوكولا، يعني بواحد الطريقه اللي زوينه وسهله. شوفوا الشوشيه ديالو، متأكدة من اللي درتو غادي تولي مدمنين عليه. فوالا، وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة وعجباتكم، ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا إن شاء الله ندوزو المقادير طريقة التحضير. عندي هنايا كيلو ديال الطحين، عندي 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الزبدة، عندي هنا 3 ديال هاد لي بتي سويس. نقدروا نستعملوا الا ما عندناش بتي سويس، نقدروا نستعملوا دا ياغورت ناتور. فوالا انا عندي هنايا 3، كل واحد فيه 50 غرام، يعني 150. وعندي جوج ديال البيضات، عندي الحليب هنايا 250 مليلتر، وخديت هنا 100 مليلتر اللي خلطتها بالخميره الفوريه، وزدت عليه معلقه صغيره ديال السكر. عندي هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، جاتني 30 غرام، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح. دابا ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير. ناخذ الطحين، غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الملحه، ديالي السكر، نزيد عليه البيض، بيضه غندير بيضه كامله، وبيضه غندير غير البيض ديالها. نخلي الصفر من بعد، غادي نزيد هاد لي بتي سويس، انا غير ما كانش عندي الياغورت ناتور، شي علاش استعملت هادو. صافي غادي نزيد الخميره ونخلط، نبدا نخلط بشويه بشويه بالحليب، حليب اللي دافئ. غادي نخلط بالحليب شويه بشويه، ولا ما قدنيش غادي نكمل بالماء. فوالا ملي كملت الحليب العجينه ديالتي مازال خصها الماء. هنا درت 150 مليلتر، غادي ندير النص ديالو، غادي نشوف يعني بقاو غادي بشويه بشويه. صافي من بعد ما تجمعات ليا بالنسبه للماء هزت ليا 100 مليلتر، بقى ليا 50 مليلتر. دابا غادي نزيد الزبده، وغادي نخليها تدخل فيها هاد الزبده وتدلك واحد 5 ديال الدقائق. فوالا هنا العجينه ديالتي منين دخلت ليا فيها الزبده ودلكات. دابا غادي نقسمها على جوج، يعني هنا خديت واحد البول
دهنته بالزيت، وغادي ندهن يدي بالزيت لان العجينه شويه كتلصق. فوالا غير واحد الشويش فوالا، وغادي نحاول نقسمها على جوج وغادي نعبر. بان لاباط وحده صافي فيلميتها، وغادي نخليها تخمر. والثانيه غادي نرجعها من البول ديال الروبو. فوالا دابا غادي نزيد عليها الكاكاو وغادي نخليه يدخل فيها. غادي نزيد واحد قطيره ديال الماء يعني على حساب داك الكاكاو باش باش العجينه ديالتي ما تجينيش قاصحه. فوالا غير واحد شويه وغنخليه يدخل فيها. فوالا من بعد ما دخلت العجينه ديالتي دخل فيها الكاكاو مزيان، فوالا دابا غادي نديرها في هذا البول اللي كانت فيه وغادي نحطها تخمير هي والعجينه ديالتي البيضاء. صافي من بعد دابا ما خمرت ليا العجينه، غادي هنا غادي نستعين بالطحين باش غادي نبسطها من هلاخ. صافي هنا غنزول من هلاخ. وغادي نطلقها على سطح العمل. غادي ندير الطحين باش ما تلصقش ليا. غادي نبسطها رقيقه. غادي نحاول نطلقها على الطول نفس الطريقه اللي طلقت هذه العجينه البيضاء. دابا غادي نطلق هذه العجينه هذه ديال الشوكولا حتى هي. يعني بجوجهم غنبسطهم. نزول من هلاخ. صافي نطلقها. صافي من بعد ما طلقت العجينات ديالي بجوج، هنايا ذوبت 120 غرام ديال الشوكولاط الاسود مع معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي ندهن بها هذه العجينه ديالي البيضاء. فوالا بالنسبه لهاد الحشو نقدروا نديروا اي حاجه كنفضلوا، نقدروا نديروا حتى لا كونفيتور، نديروا كراميل، نديروا لا باتا تارتيني، يعني اي حاجه. ونقدروا نزيدوا حتى المكسرات. صافي من بعد دابا غادي ناخذ هاد العجينه هاد العجينه ديال الشوكولا وغادي نحاول نهزها ونحطها فوق العجينه هاد العجينه البيضاء. فوالا بحال هيدا. فوالا بهاد الطريقة هادي. البلاصة لي مكتبان ليا مزال غليظة نزيد نرققها. فوالا نقدرو نزيدو من بالمدلك. صافي دابا غادي ندلف. نلف بشويه بشويه. حتى نكمل الحربول ديالي كامل. صافي من بعد ما صايبت الحربول ديالي دابا غادي نبدا نقطع. الطريقة هذه
البيضات فوالا، كنحاول ندورهم باش يجيوني على شكل وريضه يعني غون دايرين فوالا صافي. غادي نحطهم دابا في الطاوه ديال الفران فوالا، كيجيو غزالين الشكل ديالهم المنظر ديالهم مزيون صافي. من بعد ما خمروا الخمره الثانيه، هنايا البيض ديال البيضه زدت فيه معلقه كبيره ديال الخل فوالا، ودابا غادي ندهنهم. غادي ندير عليهم اللوز إفيلي، نزوقهم باللوز إفيلي، ما غاديش نديرهم كاملين يعني كتبقى هذه كإضافة صافي. وغادي ندخلهم الفران، الفران اللي سخون على 200 درجه فوالا. هذا هو البغيوش اللي وجدته معايا هنايا، هادو اللي درتهم باللوز إفيلي وهادو خليتهم ناتور فوالا. واحد البغيوش اللي كيجي غزال كيجي رطب، كنتمنى تجربوه تردوا عليا في التعاليق ديالكم. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير، تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا مقالين ودعكم، نقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.